السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اول حاجة خلينا نصلي على الحبيب محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة معنا فيديو جديد وطريقة جديدة لزيادة عدد لايكات ومتابعين التيك توك. طريقة سهلة ومضمونة، مش محتاجة منك اي حاجة، عن طريق موقع اوريه لكم دلوقتي. بس قبل ما نبدأ الطريقة دي، ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وتنزل دلوقتي تحط لايك للفيديو فضلا وليس امرا، عشان عايزين نوصل 1000 مشترك في اسرع وقت. ولو وصلت 500 مشترك هنزل لكم برنامج اختراق الواي فاي، بيخترق اي شبكه واي فاي زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت. ارجو انك تشترك في القناه وتحط لايك للفيديو، مش هتخسر حاجه لو اشتركت وحطيت لايك، تمام؟ عشان ناخر عليكم، يلا بينا نبدا الفيديو. يلا بينا. اول حاجه تيجي على جوجل كروم، على الموقع ده هسيب لكم رابط الموقع ده اسفل الفيديو في الديسكريبشن. تدخلوا على الموقع ده وتتبعوا الخطوات اللي انا هقولها لكم جيدا، تمام؟ انا شرحت بالموقع ده قبل كده ازاي تزود المتابعين واللايكات والتعليقات بتاع الانستجرام. والوقت هشرح بتاع التيك توك، انا شرحت للتيك توك اللي هي المشاهدات والاراء، تمام؟ انا هشرح دلوقتي القلوب، بعد كده هيجي فيديو تاني اشرح لكم المشجعين او المتابعين. هنا طبعا نتيجه عند التيك توك طريقه استعمال، تمام؟ هيفتح معاك الواجهه دي، هيقول لك رابط الفيديو او اسم المستخدم. رابط الفيديو لو انت عايز تزود لايكات، او اسم المستخدم لو انت عايز تزود متابعين. احنا عايزين لايكات، فهتروح على التيك توك الخاص بيك، تمام؟ وتفتح صفحتي كده، بعد كده تشوف الفيديو اللي انت عايز تزود عليه لايكات. مثلا اول فيديو اللي هو ده عليه 143 لايك، هنشوف ان وقتي هنزود كام لايك. نيجي هنا كده عند التلات نقط عشان ننسخ الرابط، نضغط على نسخ الرابط، تمام؟ نسخ الرابط، نضغط على نسخ الرابط اهو. بعد كده تروح على الموقع تعمل له لصق، تضغط ضغطه مطوله، بعد كده تضغط لصق، بعد كده تضغط تشدد او سيرش زي البحث عندك. فهنا لو عايز تزود مشاهدات موجود، لو عايز تزود التعليقات او اللايكات قصدي موجود برضو. فاحنا هندوس على علامه القلب كده وتستنى شويه، يقول لك تم ارسال 10 قلوب او 10 لايكات. فاروح على التيك توك اهو يا جماعه، جالي اشعار اللي هم زادوا 10 فوق اهو. هروح على التيك توك كده هنشوف زاد معانا اللايكات ولا لا. اهو هنفتح اللي احنا ده كان 143، تمام؟ هيفتح اهو، نعمل سيرش تاني اهو، اهو نطلع من البحث ونرجع تاني، تمام؟ هيقول لك هنا كده ايه اهو، اعجب بالفيديو الخاص بك 149 شخص اهو، شايفين الفيديو اهو. او ممكن ما يزيدش معاك على طول، بس هيزيد، هو زاد معايا على طول اهو 153، كان 143 دلوقتي 153. تستنى دقيقة او دقيقتين بعد الفيديو عشان تزود 10 لايكات او 10 قلوب تاني على الفيديو الخاص بيك. ترى سهلة مش مضمونة، هسيب لكم رابط الموقع اسفل الفيديو في الديسكريبشن. تدخلوا على الموقع وتختاروا القلوب او تختاروا الانستجرام، انا شرح عليه فيديو وبس كده. هسيب لكم رابط الانستجرام الخاص بيا اسفل الفيديو، تدخلوا تعملوا له فولو، وهسيب لكم رابط التيك توك تدخلوا تعملوا له فولو عليه، تمام؟ كده اكون وصلنا لنهايه الفيديو. ارجو الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وتنزل دلوقتي تحط لايك للفيديو فضلا وليس امرا، عشان عايزين نوصل 1000 مشترك زي ما قلنا اول الفيديو. ولو وصلنا 500 مشترك هنزل لكم رابط البرنامج اللي هو بيخترق شبكات الواي فاي. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.